ازاي تنزل نسخه ويندوز 10 على فلاشه وببلاش هوريك دلوقتي. هتروح على جوجل وتسيرش على الكلام ده ويندوز ميديا كرييشن تول، هيظهر لك اول اختيار هتدوس عليه، هيتفتح لك السايد بتاع مايكروسوفت زي ما انت شايف. هتنزل تحت كده هتلاقي في حاجه اسمها داونلود تول تحت كرييت ويندوز 10 انستليشن ميديا، هتدوس داونلود تول هتلاقيها نزلت كده، هتعمل لها سيت اب. وانت بتعمل لها سيت اب هتروح دايس له اكسبت كده، وهيقول لك جيتنج ثينجز ريدي، وهتستنى عليه شويه. هتروح مختار كرييت انستليشن ميديا يو اس بي فلاش درايف او دي في دي اور ايزو فايل، وهتروح دايس نكست. هيجيب لك الاسئله دي، هتقول له انا عايز ويندوز، ممكن هو مش مديلك تختار اللانجوج دي، ممكن تختارها بعد كده، او ممكن تشيل حاجه اسمها تشيل يوزر ريكومندد وتغير هنا اللغه اللي انت عايزها وتغير نوع الويندوز اللي انت عايزه وكم بت كمان، ماشي؟ بعد كده بتروح دايس نكست. هيظهر لك هنا تختار يو اس بي فلاش ميموري ولا ايزو فايل، تقول له يو اس بي فلاش ميموري، وهتروح دايس نكست. هيختار لك الويندوز بتاعتك او اللي هي الفلاشه اللي انت حاططها في الجهاز، وهتروح دايس برده نكست. هيقول لك جيتنج ثينجز ريدي، وهيبدا يسطب عليها اللي انت عايزه.